السلام عليكم خواتاتي وحباباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. ومرحبا بكم معايا اليوم ومئة الف مرحبا في فيديو جديد. وكيف ما كنشارك معاكم كل جمعه عروض بين باش تشوفوها في حالك عن قرب، تشوفوا كل حاجه. وخا ما بقيتش لحت لكم البنات فيديوهات بزاف هاد الايامات هادي، راكم عارفين القناه ديالي حيدوا لي الاشهار وكنتسناهم يرجعوا لي الاشهار، هادشي علاش ما بقيتش لحت فيديوهات. ودعواتكم معايا باش رجعوا لي البنات الاشهار. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي فكنتمنى ما تردوش تشاركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو باش العائله ديالنا تكبر. وما تبخلوش عليا اكيد بلي لايك وبالتعليق ديالكم اللي كتفرحني واللي كتشجعني واللي كتحفزني واللي كتعطيني طاقه ايجابيه. والمهم البنات دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم العروض اللي دايرينها هاد الجمعه هادي. واول حاجه البنات غادي نشاركها معكم هي هذه، كيف كتشوفوا متعدده الوظائف البنات، فيها شبكه اللي تقدروا تغسلوا فيها اي حاجه وتصفوا فيها في نفس الوقت. كيف كتلاحظوا هنايا في الصوره غتبين لكم اوضح، بحال كديروا ديسير الخضره تغسلوا فيها وتصفوا فيها في نفس الوقت. وكفيها حتى الحكاكات البنات ديال البطاطا ديال الخيزو، غادي نجبد لكم هذه باش تشوفوها. كيف كتشوفوا البنات فيها هذه البنات اللي تقدروا مثلا تخشوها في حركه في البطاطا وتبداو تحكوا فيها في الحكاكه. فيها هذه البنات اللي كتنقوا فيها الخضره، وهذو البنات هما اللي الحكاكات كيف كتلاحظوا فيها خمسة الاشكال، وكتركبوهم البنات في هذه البلاصه هذه، يعني الشكل اللي كيعجبكم كتركبوه في هذه البلاصه هذه. وهذه البنات اللي كيف كتشوفوا هي اللي كتحكوا بها، يعني متعدده الاستعمالات كديروا بها شحال من حاجه. الثمن ديالها 69 درهم، كيف كتلاحظوا البنات ب 69 درهم، منها بانيو منها كتغسلوا به في حالك وتصفوا به اي حاجه. كيف كتلاحظوا البنات منها حكاكه، وكاينين هادو البنات هاد البلاطوات هادو كيديروا فيهم الخبز، فيهم ثلاثه الاشكال، فيهم هاد الشكل هذا وفيهم هاد الشكل هذا اللي فحال الرخامه. والثمن ديالهم البنات 20 درهم، هادو راه كانوا جابوهم شحال هادي وعاودوا جابوهم هاد المره هادي. وكاينين هاد البانيوات هادو كيف كتشوفوا البنات فيهم ثلاثه الوان، فيهم البيج وفيهم الاحمر وفيهم الاخضر، والثمن ديالهم 16 درهم، 16 درهم الواحد. كيف كتلاحظوا الشكل ديالو البنات كيفاش داير. وكاين البنات هاد البلاطو هذا راه فيه ثلاثه تشكيلات، فيه هاد الشكل هذا وفيه فحال الشكل ديال الرخامه اللي كيف شفتوا هذوك الاولين ديال الخبز راه نفسهم في البلاطو نيت. كيف كتشوفوا الثمن ديالو 40 درهم، هذا هو الشكل ديالو البنات من اللور، الشكل ديالو صراحه زوين. وكاين هاد البلاطو هذا الطويل اللي ديروا فيه فحال هكا الماء، الثمن ديالو 20 درهم، حتى هما فيهم ثلاثه التشكيلات، فيهم هذا الشكل هذا وفيهم شكيلات اللي شفتوهم في البلاطوات ديال الخبز. وكاين البنات هاد الطنجره هذه اللي تقلوا بها فحال هكا البطاطا الدجاج اللي عجبكم. كيف كتشوفوا البنات كيفاش دايره من برا، كيف كتشوفوا الشكل ديالها. وهذه هي الشبكه اللي كديروا فيها فحال هكا البطاطا ولا الدجاج ولا اي حاجه باغين تقلوها، وفيها الغطايه ديالهم. هذه الثمن ديالها 170 درهم، هذه هي الغطايه ديال البنات، الثمن ديالها كيف ما قلت لكم 170 درهم. وكاين البنات هذه ديال القهوه كيديروا فيها القهوه، غادي نحل لكم الكرتونه باش تشوفوها.
وان شاء الله حتى لاخر الفيديو غادي نهضر لكم على القضيه ديال الكرتونه وداك الشيء، حتى نكمل معكم البنات كاع هادو اللي يعني كاع هاد العرض اللي جايبينو ديال هاد الجمعه هادي، عاد غادي نقول لكم القضيه ديال الكرتونه. كيف ما كتشوفوا كاينه هادي ديال القهوه، هاد البلاصه هادي اللي كديروا فيها القهوه، الثمن ديالها 120 درهم كيف كتشوفوا كتسد بهذه الطريقه هادي، وكاين الكاس ديالها كيف كتشوفوا البنات الكاس ديالها كيفاش داير، ومن تحت من هذه البلاصه هادي كتخوي القهوه كيف ما قلت لكم الثمن ديالها 120 درهم. وكاين البنات هذا ديال الماء يعني سخان ديال الماء ديال الضو هذا البنات، كيف كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، الثمن ديالو 150 درهم كيف كتلاحظوا البنات، هذه هي الوده ديالو، هنايا هذاك العبار ديال الماء، وهذه هي اللي غدار عليه باش كتخشوا البريز في الضو وكيسخن لكم دغيا الماء كيف كتلاحظوا البنات، كيف ما قلت لكم الثمن ديالو 150 درهم. وكاين هذا الفران هذا ديال الدجاج ماركه ايتيمات، راه معروفه هذه الماركه هذه، هذا هو الشكل ديالهم البنات، فيه كيف ما كتشوفوا فيه الفرنو الحجم الصغير والمتوسط والكبير، كاينين جوج في الحجم المتوسط وواحده في الحجم الصغير وواحده في الحجم الكبير، فيهم ربعة كيف كتشوفوا هادو راه ديال الزاج، يعني اللي كتحتفظ على الحاجه بزاف وما كتهرش ليها الحاجه فهادو الشكل ديالهم زوين، واللي دغيا كتهرس ليها الحاجه من الاحسن ما تشريهمش لانهم ديال الزاج راه دغيا غادي يتهرسوا. وكاين حتى هاد المجمد هذا، بالنسبه للفران راه الثمن ديالو 900 درهم. البوطه يا ربي البنات سمحوا لي، بالنسبه للبوطه الثمن ديالها 900 درهم، ودايرين هنا حتى هذا الخلاط الكهربائي كيف كتشوفوا البنات الثمن ديالو البنات 66 درهم، هذا الخلاط الكهربائي. وكاين حتى هذا البلاطو هذا راه غير صغير البنات في الحجم ديالو، كيف كتشوفوا الشكل ديالو الزواقه اللي فيه في الجناب، والثمن ديالو 180 درهم كيف كتلاحظوا البنات الزواقه اللي فيه في الجناب، الثمن ديالو 180 درهم. وكاينين هادو انتم كيف كتشوفوا هادو هما البلاطوات ديال الماء، كاينه حتى هذه البنات كيديروها فحال هكا الا كانت شي حاجه سخونه كتحطيها فوقها، الثمن ديالها 20 درهم وفيها حتى هي ثلاثه تشكيلات. كيف كتلاحظوا هادو هما الاشكال اللي فيها، وهذا البلاطو ديال المانيت اللي شاركتو معكم غير مختلفين زواقات اللي مختلفين، وكاينه هاد المقله هذه البنات. المهم البنات كيف كتشوفوا الثمن ديالها 80 درهم، فيها الجرانيت من الداخل ومن برا، وتقدروا ديروا فيها بحال هكا البطبوط البغرير اللي بغيتوا. وكاينه هذه البنات كديروها البوطه الثمن ديالها 30 درهم، وكاينه هاد الساعه هادي غادي نفتح لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، الثمن ديالها 50 درهم يعني 1000 ريال كيف كتشوف هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه للكرتونه البنات اللي قلت لكم غنقول لكم شنو موضوعها، دابا انا اي بياسه كنحيدها لكم من الكرتونه باش شي طبيعي تشوفوها عن قرب تعرفوها يعني كيفاش دايره عن قرب. وحده كنلقاها كاتبه لي في التعاليق انت كاع الكراتن كتحل ليهم كتفرتكي داكشي وكديري، هي ما عرفتش انا ما عجبنيش التعليق ديالها البنات، لانني انا ملي كنحل لكم كرتونه وكنبين لكم الحاجه راه كنقطع التليفون وكنرجع الحاجه لبلاصتها الكرتونه ديالها وكنسد عليها عاد كنمشي نوريكم حاجه اخرى، ولكن راه ما يمكنش في الفيديو غادي نحل لكم الكرتونه ونسدها لكم عاد نديكم الحاجه اخرى تشوفوها، راه غادي يجي الفيديو طويل بزاف،
وما لي حتى شي فايده. يعني انا كنبغي نوريكم الحاجه اللي مهمه. صحيح انا كنحل الكرتونه كنبينها لكم، ولكن ما كنبينش لكم ملي كنسد الكرتونه، راه شيء طبيعي ما غتشوفونيش ملي كنسد باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف، وغنطول لكم الفيديو غير على الكرتونه غادي نسدها ما كاينلاش. هادشي علاش كنقطع الفيديو كنسد الحاجه كنرجع لبلاصتها عاد كنوريكم حوايج اخرين. ولكن سبحان الله كاينين شي تعاليق اللي كل واحد وكيفاش، كل واحد وكيفاش التفكير ديالو. صافي البنات، ما المهم التعليق هذا ما عجبنيش، وانا قلت لكم الراي ديالي البنات كيفاش اشنو كندير. يعني كاين شي حوايج اللي ماشي كلشي غادي نوريهم ليكم، راه شيء طبيعي مني كنحل الكرتونه وكتشوفوا الحاجه راه كنقطع الفيديو كنوقفه وكنرجع الكرتونه لبلاصتها عاد كنكمل انا الفيديو. ولكن ما يمكنش غنشارك معاكم حتى مني كنرجع داكشي، ومن راه غيجيكم طويل الفيديو. والمهم البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. كيف ما كتشوفوا هادو هما الحويجات اللي كاينين في بيم في الوقت الحالي اللي كيف ما كتشوفوا. الا كانوا اللي باغي يعرف هاد بيم هادي فين جات في جهه حيم ولا رشيد حدا جوهره والمنزه، وكاينه بالضبط في البيضه هادي فين جات البنات بيم. كيف ما يعني كيف كتشوفوا البنات كاينين حويجات اللي كثيره مازال عندهم ديال السيمانه اللي فاتت وديال قبل من السيمانه اللي فاتت وديال قبل من السيمانه، راه من شحال هذه يعني باقيين عندهم. والمهم غنعاود نقول لكم فين جات هاد بيم هادي اللي بغات اي حاجه وما لقاتهاش حداها. جات في جهه حيم ولا رشيد حدا جوهره والمنزه، وكاينه بالضبط في البيضه كيف كتشوفوا البنات. هادشي راه كامل مازال عندهم، واللي بغات اي حاجه مرحبا و100 الف مرحبا. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي فكنتمنى تعاونوا مع اختكم وتشاركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارطاجيو باش العائله ديالنا تكبر. واكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك وبتعاليق ديالكم اللي كتفرحني واللي كتشجعني، لان كاينين تعاليق اللي كيفرحوني بزاف واللي كيشجعوني. بالنسبه للتعاليق اللي ما كيكونوا زوينين فكيكونوا قليلين بزاف عندي في القناه، ولكن التعاليق الزوينين راه هما اللي كاينين، هما اللي كيفرحوني وهما اللي كيحفزوني وهما اللي كيعطوني طاقه ايجابيه. المهم كنتمنى من الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.